فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. كتاب البيوع من سنن أبي داود ولله الحمد والمنة. آمين. وإياكم حبيبي ربنا نسأل الله أن يجمعنا على خير. طيب، روى المصنف علي بن عباس رضي الله عنه أن رجلا لازم غريما يشوف مصاحبه، يجلس معه، يقوم معه، يسير معه. أن رجلا لازم غريما له بعشرة دنانير، يعني هو دي عنده عشرة دنانير فلا يتركه. نعم حبيبي يا نادر، أحسن الله عليك. أن رجلا لازم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تحملها الحميل، يعني الضمين الكفيل. فتحمل بها النبي، أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنك حنان، ما أروع ما كثرتي. نعم جيد جدا. نعم سأسأل، أنا ما رأيت سؤالك يا عبق محمود، ما رأيت سؤالك، ائتني به الآن سأجيب إن شاء الله. فتحمل بها النبي فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بالمال، قال: من أين أصبت هذا؟ كان ذهبا. من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن، استخرجه من معدني. قال: لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير. فهم كثير من يعني أو قريب من العلماء في هذا الباب فهما مغلوطا. قال: لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير، وليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أمور: الأمر الأول جواز ملازمة الغريم غريمة، يعني هو له دين عليه فلازمه، لكنه لما لازمه نقول الملازمة دون الإضرار. حاضر، ده سؤال مهم جدا، ما ينفعش أجيبه كده على عجلة، أنتهي من سنة أبي داود وسأجيب هذا، لأنه سؤال من الأهمية المكان. نعم رضي الله عنك محمد. فالأول الملازمة بدون إضرار، وإن كان معصرا ليس له أن يعاقبه أو يتكلم عليه، لأن النبي قال: مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل أن تكلم عليه ظلمني أخذ مالي، ويحل أيضا أن تعاقبه بالسجن. طالما غني ومماطل لأنه يريد أن يأكل مالك، وهنا الوصف مقيد، يعني مطل الفقير ليس بظلم، ولا يحل عرضه ولا يحل حبسه. ترشيكات كلها مقدمة ليحبس، وهو يقسم بالأيمانات المغلظة أنه ما يملك شيئا، والآخر لا يتقي الله فيه، ما يجوز بحال من الأحوال، ولو مكث سنين ما يجوز، عليك أن تصبر ولك بكل يوم صدقة بما دفعت. وإياك. فكان ملازما له، قال: لا أفارق حتى تقضيني أو ائتني بحميل. يا أخي يعني إن لم تقضي ائتني برجل يتكفل فيدفع هو. فجاء النبي فتحمل عنه، جاء النبي فتحمل عنه. وهذا لابد أن تفهم أنه يعني حتى الإحالة على أنه يذهب لأيهما شاء، هذا صحيح إن كان الآخر قد يعني ما بادر بالدفع. فقال: ائتني بحميل. فتحمل النبي عنه بأبي هو وأمي. نعم. فجاء الرجل بقدر ما عليه للنبي ليفي، لأنه صار ضمينا، صار حميلا. قال: من أين أصبت هذا الذهب؟ وأتاه الذهب هنا كان ما كان مسقوكا، كان تبرا. قال: من أين أصبت هذا الذهب؟ وهذه المسألة الثانية أيضا، وهي مسألة الحميل، وأنه يجوز الضمان، وهذه قربة من القربات، وأقول من ضمن أحدا لا يجوز أن يأخذ على ضمانه أجرا،
لا يجوز أن يأخذ على ضمان أجرة، لأنها قربة من القربات، والقربات لا يأخذ عليها الأجر إلا عند الله جل في علاه. ولذلك ورد في بعض الأثار أن من شفع شفاعة فأخذ عليها أجرة فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الربا، نعوذ بالله من الخزلان. فكان النبي حميلا ضمينا، وهذه دلالة على جواز الكفالة في هذا الباب قربا لله جل في علاه. وهذه في الكتاب وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فتحملها النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل فأتى له بتبر الذهب، أتى به أتى بذهب تبرا، فقال النبي من أين أخذت هذا؟ قال من معدن. واستخراجه من المعادن، الذهب يعني استخراجه يعني من المعادن، هذا ركاز، هذا الراجح الصحيح، وفيه خمس. عامة النبي ماذا قال؟ قال لا حاجة لنا فيه وليس فيها خير. هذا عجيب، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس وأصل المعادن الذهب؟ هذا يفهم بالتقييد، يعني هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. الصحيح أن نقول لا حاجة لنا فيه لأن صاحبك لن يرضى به، صاحبك يريد المال الدراهم المسكوكة وهي رومانية، حتى سكها عبد الله الملك بن مروان بعد ذلك سميت مروانية، فهو يريد المسكوكة، وهذا تبر لا ينفعه، فلذلك لن يرضى بها، لا حاجة لنا فيها لأن صاحبك لن يرضى بها. قال وليس فيها خير، يعني ليس فيها خير مما نحن فيه، هذا ليس فيه خير مما نحن فيه. فهذا الذهب كانت سبيكة ليست مسكوكة، وأيضا تراب الذهب يبيعونه تغريرا عن الناس. الله أكبر، يرضي الله عنك، هذا حسن ظن والله، ولو تقويه بإفراد الدعاء الله يرضى عنك يا رب وأشكر لك، والملك سيقول أمين لك بالمثل، وتكونين قد أسست أساسا كل ما يعلو البنى يكون لك منه نصيب، بل يكون البناء أساسه منك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا رب العالمين. قال لا حاجة لنا فيه وليس فيها خير، وليس فيها خير على التأويل الذي أولناه، وإلا ففي الركاز الخمس. ولذلك تراب المعادن، تراب المعادن فيه تغرير بالناس، تراب المعادن حرم بيعه أو كره البيع كثير، نعم تبقى أيضا كره بيعه كثير من علمائنا، فقد كره البيع عطاء والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، نعم. فالعلماء قالوا في قول ليس وليس فيها خير على التبر أو على تراب المعادن، وهذا خلاف الظاهر، لكن الظاهر أنه معدن، أنه الذهب لكنه سبيكة ليس مضروبا ليس مسكوكا، فيدفع لصاحبه. لذلك دفع النبي عنه نقدا، دفع النبي عنه نقدا لأنه تحمل فدفع. ثم قال باب في اجتناب الشبهات، قال إن الحلال بين، وهذا الحديث حديث متفق عليه، قال اسناده كالشمس عن النعمان بن بشير، هو قال حدثنا أحمد بن يونس من ثقات الأزبات رواه الجماعة، قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن الشعبي عن سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، في رواية متشابهات وأحيانا مشتبهة، يقول مشتبهة. وسأضرب لكم مثلا، إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر، يعني يقع فيها. اللهم اغفر لنا، نحن نقع في المعصية صريحا وليس في الشبه، نحن نقع في المعصية صريحا وليس في الشبه، والله يتولانا، ونستغفر الله ونتوب إليه. هنا قسم الأمور ثلاثا، النبي قسم الأمور ثلاثا، قال الحلال بين، إذا الحلال بين هذا أين من قال بأنه لا يجوز النظر في الكتاب أو في السنة، أو الحلال البين هنا لا يحتاج إلى تأويل وهو في الكتاب وفي السنة، فيجب الإنسان أن يأخذه من الكتاب والسنة هنا، أو على الأقل يعرف الدليل عليه
من الكتاب والسنة، لأنه لا ليس فيه احتمال بين، يعني لا التباس فيه بحال. كان يقول الخمر حرام، ما في أي التباس، انتهى. والنبي قال بذلك كل مسك الخمر وكل خمر حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحلال بين والحرام بين، والحرام أيضا بين ودليله بين. طيب، وبينهما أمور مشتبهات متشابهات، هذه الأمور التي فيها الالتباس، وهذه حقا التي يتكلم فيها المجتهد أو طالب العلم المحقق المميز الذي يستطيع أن يميز بين أقوال أهل العلم، الذي يستطيع أن يميز بين أقوال أهل العلم. نعم. فجعل القسم الثالث هو قسم المشتبهات. فالقسم، شوف، الحرام البين أيضا، الحلال البين كالحلال للنساء والذهب للنساء والطعام والشراب من المأكولات، والحرام البين كالخمر كالخنزير كالزنا، كل هذا بين حرام. قال بينهما أمور مشتبهات، كمسألة النكاح بغير ولي، كمسألة النكاح بغير ولي، كبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وإن كان هذا كان مشتبها أولا والآن لا. نعم. قد يكون أيضا من مضايق الخلاف من المشتبهات قراءة المرء الحاضر القرآن. نعم. فالأمور المشتبهة هنا ترجع فيها للعلماء، وهذا أيضا فيها إشارة من النبي على أن 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 العلماء تكون في الأمة لا تنقطع، ولأن النبي قال أمتي هذه كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخره، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدروا من خلفهم ولا من خذلهم. فهنا المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، يعلمون قليل. من القليل؟ وصفهن الله، وصف الطائفة، وصفهم الله جل في علاه في كتابه حين قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منه، العلم والذين يستنبطونه منه. ما قال سأضرب لكم في ذلك مثلا، يعني من المشتبهات، إن الله حمى حمى، يعني كان تعلمون الحمى هو المكان الذي يحميه ولي الأمر من أجل إبل الصدقة والراعي وذلك ليكثر فيه الكلى. كان الله حمى حمى، وحمى الله جل وعلا محارمه، الذي يدور حول الحمى لابد أن يقع فيه. ذلك علماء قالوا دائرة المباح واسعة جدا، تحتها دائرة ضيقة دائرة المكروه، تحتها أضيق وأضيق دائرة المحرم. من استطال في المباح وقع في المكروه، وقع في المكروه وقع في المحرم، يغفر الله لنا. ذلك قال لا تتبع خطوات الشيطان. فإذا الذي يحوم حول الحمى لابد أن يقع فيه. لذلك كأنه قال، يعني إذا سأل سائل لما أتى المصنف بهذا الحديث في باب البيوع، نقول كأنه قال وهناك بيوع ومعاقدات ومعاملات مشتبهات، من هاجم عليه هاجم على الحرام، كمسألة التعاملات في المرابحة وبيع المرابحة في المصارف الإسلامية، كلها شبه، فمن وقع فيها وقع في الربا الصريح. الفوائد المستنبطة: جواز الكفالة والكفيل ضامن والضامن غارم، الخير لا ينقطع عن هذه الأمة لأنه قال بأنهم أمور مشتبهات. في الرواية الأخرى قال لا يعلمون كثير لكن يعلمون قليل، نعم، مفهوم مخالف. من أصول ديننا حسم المادة وسد الزريعة، وإن كان قال بها المالكية والحنفية والحنبلة دون الشافعية والحنفية، لكن عند التطبيق العملي الشافعية من أكثر الناس تطبيقا لسد الزرائع، وكذلك الحنفية. نعم، نستغفر الله ونتوب إليه. الآن لو في أسئلة تفضلوا أجيب. عبق محمود هذه التي قالت إيش؟ قالت السؤال المهم، لما لا لابد من ولي يا أستاذ عبق؟ يقول لما أن الحفظة هم أكثر الناس إلحادا؟ لأنهم يهزونه هز الشعر، لأنهم يهزونه هز الشعر ويقرؤون ويتعجلونه في الدنيا ولا يتعجلونه في الآخرة، يريدون الثمرة في الدنيا قبل الآخرة، لذلك لم يقع في قلوبهم فلم يعقلوا عن الله فألحدوا. لكن من قرأه متدبرا مؤمنا متعبدا ارتقى في السماء، ارتقى في السماء. نعم، يا رب اغفر لنا يا رب. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.